بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الثاني من السنة الجديدة 2016، وأريد أن أتكلم عن مواضيع مهمة جدا واللي فيها تجارب خاصة ورأيي هنا من أمريكا. هو رأي محايد، أنا لا أنضم إلا إلى الحق وأدافع عن العدل، وأنا ضد الطغيان والديكتاتورية سواء جاءت من أي مكان. فأريد أن أتحدث عن عدة أمور. أول شيء عن الأحكام الإعدام في السعودية، عن تأسيس حركة فتح 51 عاما، عن شيء بتعلق بالعراق وخاصة رسالة إلى مقتدى الصدر الذي يطالب بعمل شيء ضد نور المالكي، وسأتحدث عن أمور أخرى. حأبدأ في السعودية. أنا لا أتدخل في الأحكام نفسها، لأنه أنا أهم شيء بالنسبة إلي أن يكون الحكم عادل، لأنه الإسلام هو قمة العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أعظم شيء في الدين الإسلامي هو العدل والحق، كل الحق ولو على نفسك، المهم يعني. ولكن السعودية المصيبة بتاعتها تتخبط في الأمور الخارجية، يعني اللي هذولا بينصحوا الحكومة السعودية مع الأسف مش لا يدركون كثيرا من الأمور. أعتقد أنه كان يعني على حسب القاعدة الشرعية درء المفاسد أولى من جلب المنافع. كان هذا الشخص المحكوم عليه بالإعدام اللي هو نمر النمري يبقى في السجن، ليس يعني بدك أنت تغيظ إيران فعلا توقفها عند حدها، ما بتوقفها بإعدام شخص يعني من الأقلية الشيعية السعودية. ما هذا؟ أنا في نظري شيء تافه هذا، وما يجلب لكم إلا المتاعب فقط. أنتوا قاوموهم في سوريا بهزيمة هذا المجرم القاتل بشار الأسد، قاوموهم في العراق بهزيمة هذا المجرم اللي هو نور المالكي ومجموعته من المتطرفين. هذا أهم شيء يعني. بعدين أنا بدي أسأل السعوديين الآن اللي بيهللوا للأحكام هاي أحكام عادلة، هل أنتوا عادلين إذا أنتوا ساندتوا إنسان مجرم وقاتل زي ما بيعمل أكثر يعني زي ما بيعمل اللي هو بشار الأسد، وهو عبد الفتاح السيسي قتل عشرات ألوف من الناس، زجهم بالسجون، وبعدين العدل عنده أو القوانين الهاي اللي هي المحكمة العدل وعنده كلها قوانين تتدخل فيها السياسة، يعني هذا ليس من العدل، والإسلام لا يمكن أنه يسمح بهذا الشيء. فأنتوا ليش متاعكم الإنسان اللي بيسكت عن الظلم كأنه هو ظالم؟ فأنتوا يا سعوديين، يا جماعة، يا مفتي السعودي، هل تكلمت عن الأعمال البربرية اللي يقوم فيها عبد الفتاح السيسي في مصر؟ هل تكلمت عن هذا الشيء؟ هل تكلمت على تعاونه مع إسرائيل وحصاره الشديد على غزة وإلى آخره؟ مع الأسف الشديد لازم يكون أنتوا الحق تماما يعني كل هذا. فبدكم فعلا يعني حطوا إيران عند حدها، حاولوا أنه تدمروا المصالح اللي بتكون فيها من الطائفية بالعراق بسوريا باليمن، ولكن تكونوا عادلين. وانتوا يا إماراتيين اللي بسرعة أيدتوا ما قامت به السعودية، هل فكرتوا بالأعمال البربرية اللي بتقوموا فيها انتوا بمقاومة أي شيء بتعلق في الربيع العربي؟ هل انتوا عملتوا؟ هل عشرات المليارات اللي عملتوها هناك مشان السيسي ومحاولوا تضربوا كمان الثورات العربية الأخرى في ليبيا وغيرها، هل عملتوا هذا الشيء؟ هل قمتوا بالعدل؟ ما كنت أبدا. ولذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان،
وإيتاء بالقربى وينهى عن المنكر إلى آخره، يأمر ما بيقول إنه والله بنصحكم، يأمر بالعدل والإحسان. على كل حال أنا حبيت أنا أذكر هذا الشيء، والحقيقة مع الأسف الشديد أنتوا مرات نوع من الغيظ من داخل نفسكم، بدكم هذا، بدكم تحاربوا إيران، ما بتحاربوها على طول في يعني بتروح تعتمدوا على أمريكا زي ما بتعتقدوا. إيران محاربتها يكون بأنه تحاربوا في التفرقة اللي بتكون فيها في من ناحية شيعة وسنة، تحاربوها بأعمال الظلم اللي بتكون فيه في سوريا وفي العراق، هاي أهم شيء محاربة. وبعدين بدكم أنتوا تقودوا السني في العالم العربي والإسلامي كله، لازم تكونوا عادلين أنتوا، لازم تكونوا منصفين إلى آخره. على كل حال هذا الشيء اللي أنا بقوله، وعلى كل حال أنا لا أتدخل في قد يكون هو من الأعمال اللي قام فيها تكون إعدام وإلى آخره، ولكن أجلوا هاي الأمور. وبعدين عندما تعمل محاكمة بهذا الشكل، جيبوا ناس محايدين من أنحاء العالم يحضروا المحاكمات تاعتهم، يحضروا عينهم يكون واحد محامي وإلى آخر. يعني لازم تبينوا هاي الأمور كلها، مش على أساس أنه خلاص أنه بدنا نعمل حكم الشريعة الإسلامية ومش النوع. الشريعة الإسلامية إيش بتقول؟ الشريعة الإسلامية بدها عدل على الجميع. ما هو الرسول عليه السلام عندما جاءوا مشان اللي هي اللي كان بدهم يقطعوا يدها اللي كانت تسرق، شو قال لهم يعني لقد كان الذين من قبلكم اذا حكم فيهم، اذا يعني ظلم او سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا كان الشريف تركوه. والله ونفس محمد، والذي نفس محمد يده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعته يدها. لازم يكون العدل يطبق على الجميع. هل يطبق العدل الموجود بالسعودية على الأمراء؟ هل يطبق على الناس الآخرين؟ أنا بصراحة لا أعتقد هذا الشيء، وأنا عندي دلائل كثيرة جدا ولا أريد أن أدخل فيها. إنني والله أحب السعودية، وأحب أن تكون السعودية دولة ممتازة وتقود العالم الإسلامي، لأنها أهمية كبيرة جدا من ناحية اللي هي الحرمين الشريفين. على كل حال أنا حبيت أذكر رأيي بهذا الشيء، والله هو الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.